اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ماذا يفيد ال ما الحنطة فيها البساتين والطماطم والبتنجان ما يفيد؟ لا أجيت هذا أجيت فيها الحنطة فيها أهم شيء أجيت بس أنا أقول لك هم هذا البساتين ما يأذي لو ما بي خير الله ما ينزله شنزل من الله بي خير. سبحان الله كل نقطة من هذا تحوي كل ما بات ايه كل نقطة من هذا تحوي كل ما بات ايه يا بابا يعني كل حباية مباراة تحويها هاي النقطة هذا هذا والله يا رب ايه الصلاة اولى. يلا على ما اخذ لي فرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ما شاء الله نشوفكم القوجة. هذا القوجة قوجة الخضرة عراقية 100%. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا المشمش ما يتسولف عليه بالحمضيات حاليا. الصوت 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 شو عجب الحدان ما مسوي لنا لايك ليش؟ يا ما شاء الله صدق ما شوفتكم لولو صارت وراها. لولو بعد عناء طويل وحطينا جواها 50 بيضة طلعت لنا بثلاث فروخ. روح على لولو شوية. ها تقدر عيد شن اهم شيء مطر. بس ما اظن هذا المطر راح يفيد البساتين. مو ها وين لولو؟ هلا هلا هلا. ليش تعرفين البيض وراك ولا راح تخبليني؟ ها لولو ها حبيبي تعال. ما شاء الله لا لا صير عاقل. ممكن كنا نشوف بس اشوف بس اشوف شو الكتكوت. يا الكتكوت يا هذا بس اشوفه كتكوت. هو بس واحد ما راح تفكسين النوب ادري بيك لان صورتك. ما شاء الله
بطلت. يوهو ما شاء الله 27 برمضان هذا الأمطار. يا الله يا الله. نروح نجيب خضروات للهوايش. شنو الهوايش؟ الغزالات ولا الأرانب؟ رج طليان سبحان. ها لك الموقف. ها سبحتين. ام راس الموقف شكو ماكو. اللهم صل على محمد. ها نادي والله خطية تناديني. ربطتك امي. يلا انا هدك. يلا روحوا. يلا مش جيت. يلا ها وين تعرفت عليه ولا لا؟ لا غادي ما نروح نجي بالعكس. تعالي تعال ما صعب تربطك تمشي كيفك. والله انا نصحتك. اذا انت ما تاكليني بنصيحتي تعال. وانتي هم سمت تشويدات. انت بصماخ وخر عني. مش مش يلا يلا اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا شو اريد اسولف. نسيت هذا ما تفيد هالسبعات لو تفيد هالمطرة. هاي الربع أحلى مرحلة هي مرحلة الحليب. اللهم صل على محمد. هذه شوف وقعتي هنا ورجلها قامت تعرج.
هلا 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 هلا. اللهم صل على محمد، اللهم زد وبارك يا رب. يا ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني عم تضم حليب اللبن؟ ها ما تلام بيك. يا سبحان الله، مش قلت لهم عظيمة؟ يما كافي تترضى؟ بعد اسم الله ترى تاخرت 200 سنه وكم ولي تعال انت الاخرى. تعالي 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 يا ما شاء الله. تعال علي، تعال تعال علي، تعال رسني هذا، تعالي تعال رسني هذا، تعالي شكو. هلا علاش؟ اخ اخ لا لا، شتريدين شتريدين؟ لا انا اعطى تعلمنا اعطى. لا افضل علف للحيوان هو الخبز، لان ليش افضل شيء؟ لان بيه خمره وبيه ملح وبيه طحين، يعني ما يصير عندنا نقص كالسيوم ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.